إذا كانت لكم هذه المرة الأولى في قناة أخبار الفن والمشاهير، فلا تنسوا عمل إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. النجمة التركية مريم أوزاللي تغير من ملامح شكلها وتجري 4 عمليات لشفتيها و3 عمليات لفكها، وتعرف على آخر أعمالها الفنية. تحظى النجمة التركية مريم أوزاللي بشعبية وجماهيرية واسعة في تركيا والوطن العربي، ولفتت الفنانة التركية الأنظار إليها بسبب جمالها الذي يمزج ما بين التركي والأوروبي، إذ ورثته من أبيها التركي ووالدتها الألمانية. شهدت ملامح الفنانة التركية تغييرات كبيرة عبر الزمن ما بين بداياتها وحتى اليوم، ولعل أكبر التغييرات بدت على وجهها بشكل واضح مؤخرا بسبب خضوعها المستمر لعمليات حقن البوتوكس والفيلر. ونشر أحد الحسابات المعنية بأخبار مشاهير تركيا صورة مركبة تكشف التحولات التي طرأت على مريم أوزاللي على مر السنين ابتداء من عام 2001 وحتى هذا العام. إذ بدت الفنانة التركية مريم أوزاللي في الأعوام السابقة بملامح أكثر براءة وبساطة، فيما بدت التغييرات ظاهرة بشكل كبير على ملامحها. وأن الفنانة التركية مريم أوزاللي قامت بإجراء 4 عمليات في شفتيها و3 عمليات في فكها وعمليتين لملء خدها وحقن فيتامين لوجهها خلال السنوات القليلة الماضية. ويشار إلى أن الفنانة التركية مريم أوزاللي بانتظار نتائج تجارب الأداء التي أجرتها مؤخرا من أجل المشاركة في المسلسل الألماني الشهير دارك بموسمه الثاني. كما غابت الفنانة التركية مريم أوزاللي الشهيرة بشخصية السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان عن التلفزيون منذ فترة، ولم تكشف عن أسباب هذا الغياب الطويل. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، اشترك في القناة ليصلك كل جديد.